أفهمت؟ يسأل بعض الناس هل الملائكة فيهم ذكور وإناث ولا ذكور فقط ولا إناث فقط؟ هذا سؤال ذا وش عليك منهم؟ والقائد للمؤمن الذي يريد أن يرتاح ويريح ويتأدب مع الله ورسوله أن لا يسأل عن شيء من أمور الغيب، يؤمن بها كما جاءت. ولذلك لو كان هذا السؤال فيه خير لكان أول من يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. فهذه سؤالك هذا جيد لأننا استفدنا هذه النصيحة، إن أمور الغيب لا تسأل عنها. لما قال ما الرجل للإمام مالك بن أنس رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ غضب. كيف تسأل كيف استوى؟ وقال له ما أراك إلا مبتدعا، وأمر بها أن يخرج من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، من مسجد النبوي.